طيب شو يستفادون الرافضين لهذا القانون؟ يقولون انه يفكك الاسره ويمكن البنت وابناء الاسره على الاب والام والاخوه ومن هم بدرجتهم، هل هذا السبب ام اننا نتحدث عن ذهنيه؟ يعني انت بلقاء من اللقاءات قلتي ان المجتمع العراقي يسود على تفكيره النظره الذكوريه، هذه النظره تنسحب نعم. حتى على العمل السياسي وتشريع القوانين في البرلمان؟ نعم بالعكس، اصلا هي العمل السياسي يسوده الفكر الذكوري، اساس تاسيس الفكر الذكوري يبدا من هذا المجتمع السياسي، من هذه القيادات السياسيه، والدليل حكومه شطولها شعرضها لا يوجد بها سوى امرأتين، وهذه الامرأتين على وزارات ليست بالمستوى اللي نعتبره حسب درجاتهم هم من المستوى المهم. نعم. وبالحرب يلا صارت توزير ذول الوزيرتين، لكن السبب الحقيقي وهذا قال لنا ياسي الوجه لما كنا نتناقش معهم داخل مجلس النواب للإسراء بإقرار هذا القانون، واحد من صقور الأحزاب الدينية المعارضين لهذا القانون قال لنا شو تريدون أنقر هذا القانون حتى تستقوى المرأة علينا؟ ليش الحياة الأسرية حلبة صراع حتى من أقوى منا؟ أنا من كلامه هذا أفهم أنه هو ينظر إلى الحياة الأسرية أن هناك جلاد وهناك ضحية. نعم. وبالتالي هاي الضحية لا غير مسموح لها أن تصبح بموقع الجلاد. لا يا سيدي، الحياة الأسرية ليست بهذا المستوى الضحل اللي دي يصوره للناس، هي مو مسألة استقواء، هي مسألة حسب ما ذكرها القرآن سكنة ومودة ورحمة. إذا هو ما يفهم هذا الموضوع نعم. لا يفرض فكرة على الآخرين وعلى المجتمع.